السؤال رقم 12: An object moving at a constant speed requires 6 seconds to go once around a circle. إذن لدينا حركة على دائرة. و to go once around a circle معناه نعمل دورة على هذا الدائرة هذه. والفترة الزمنية لدورة واحدة هي 6 ثواني. وملاحظة constant speed، إذن حركة دائرية منتظمة. With a diameter of 4 meter. هذا إذن القطر. What is the magnitude of the centripetal acceleration of the particle during this time? إذا المطلوب الطول أو قيمة التسارع المركزي. إذا الدورة الزمنية the period of one revolution معناه دورة واحدة. أوكي، والperiod هي الفترة الزمنية، وهي أيضا بعض الأحيان نقولوا الدورة الزمنية. أوكي، هي capital T، هي 6 ثواني. The speed is constant والسرعة إذا تساوي البريمتر يعني دورة طول الدورة وتقسيم الفترة الزمنية التي استغرقت قطعها period T. أوكي، إذا 2 باي آر هي البريمتر والدورة الواحدة زمنيا هي T، والآر هو نصف القطر، هو إذا القطر 4، إذا آر هو 2 متر. AC التسارع المركزي هو V تربيع على R، هو إذا في تربيع مضروب بمعاكس R. أوكي، وفي تربيع وش هو؟ في تربيع هو مربع هذا، ومربع هذا وش هو؟ هو 4 باي تربيع مضروب بR تربيع، 4 باي تربيع مضروب بR تربيع، تقسيم تي تربيع، تقسيم تي تربيع، الكل مضروب بواحد على R، الكل مضروب بواحد على R. عندي إذا هنا simplification ما بين المربع والR، وفي الأخير نتحصل على أنه AC يساوي إذن 4 باي تربيع مضروب بR تقسيم تي تربيع. أوكي، وهذا المقادير معطات في المسألة. أوكي، إذن التطبيق العددي أمامي في الحاسوب نتحصل على تقريبا 2.2 متر على ثانية تربيع. أوكي، وهو الجواب C. الآن ملاحظة للطلاب الذي ليس لديهم حاسوب أو يريدون تجنب الحاسوب، إذن without calculator نلاحظ دائما، وهذه دائما الخبرة التطبيقية والحسابية لكل الطلاب العلميين، باي تربيع هو تقريبا 10 لأنه عددين هو 9.86. إذا حساب تقريبي يسمح لي بالحسم عن الاختيارات التي تقترح علي. أوكي، سوف أحسب مباشرة الاختيارات. إذا باي تربيع هو في حدود 10، إذا حتما 4 باي تربيع هنا سوف يكون 4 مضروب ب10 تقريبا، حساب تقريبي. اوكي، و2 تقسيم 6 تربيع. اوكي، اذا 4 مضروب ب10 مضروب ب2، وهنا وش عندي؟ عندي 6 تربيع، 6 وش هو؟ هو 2 في 3. اوكي، اذا هو 6 تربيع هو 2 تربيع مضروب ب3 تربيع، 2 تربيع اذا يكنسل مع 4، يبقى لي حساب دايما شايفين لهنا مازال ما استعملت الحاسوب. 10 مضروب ب2 20، و3 تربيع هو 9، و20 تقسيم 18 تقسيم 9 هو 2، اذا و2 ناقص 9 هو 0.2 وهكذا. اوكي، اذا هذا الناتج هو تقريبا 2.2222 الى اخره، والجواب الوحيد الذي يتقرب من هذا هو سي مباشره. شايفين لهنا ما حسبتش، فقط ال 20 تقسيم 9 انا على بالي انه 2 فاصل. اوكي، وبالتالي سوف أحسم الاختيارات المقترحة. أوكي، 2.2 هذا بعيد كثيرا، بعيد كثيرا وبعيد كثيرا. إذا بدون حاسوب عدد كبير من الأسئلة هذه ممكن أن أجيب عليها. أوكي، إذا الطلاب اللي يحسبون أنه بدون حاسوب إذا انتهت الأمور وسوف يخسرون الاختبار إلى آخره، هذا خطأ كبير جدا. أوكي، وخاصة التمارين التي تعتمد على الاختيارات، بعض الأحيان اختيارات متباعدة ويمكن الحسم ما بين الاختيار الصحيح والاختيارات الخاطئة هكذا مباشرة بحساب تقريبي بدون حاسوب عادة.